المعلوم كقاعدة أن المجتهد المخطئ له أجر سواء كان في أحد الناس أو في الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الفتن والحروب التي دارت بينهم متأولين، والأصل ألا يلحقهم إثم، لكن الذي يرد عليه الإشكال أن أبا الغادي الجهني هذا الصحابي كان ذكر الحافظ في الإصابة هو الذي قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه في يوم الصفين. والأصل بناء على القاعدة السابقة أن يؤجر لأنه قتله متأولا ومجتهدا بناء على القاعدة السابقة، لكن ثبت من حديث عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسابقه في النار. فكيف التوفيق بين القاعدة السابقة والحديث المخالف لها؟ أعيد قراءة السؤال. من المعلوم كقاعدة أن المجتهد المخطئ له أجر سواء كان في أحاد الناس أو في الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الفتن والحروب التي دارت بينهم متأولين، والأصل ألا يلحقهم إثم، لكن الذي يرد عليه الإشكال أن أبا الغادي الجهني هذا الصحابي كما ذكر الحافظ في الإصابة هو الذي قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه في يوم صفين. والأصل بناء على القاعدة السابقة أن يؤجر لأنه قتله متأولا ومجتهدا، لكن ثبت من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسابقه في النار. فكيف التوفيق بين القاعدة السابقة والحديث المخالف لها؟ المعروف أن القاعدة هذه صحيحة لا غبار عليها، وهي قاعدة التي خرج عليها السلف أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون المجتهدين المخطئين سواء كان خطأهم في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، ولا يخطئون لا في الأصول ولا في الفروع، أقصد ولا يؤثمون ولا يكفرون ولا يفسقون لا في الأصول ولا في الفروع، وكذلك أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون لا في القطعيات ولا في الظنيات. هذا الذي ذهبوا إليه له سنده، إيش هذا الشرع؟ من بين الأحاديث التي تشهد لهذه القاعدة أو لما كانوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهنا أطلق ولم يقيده لا بالظنيات ولا بالفروع ولا بالمسائل العملية، بل هو عام شامل
لكل مناحي الاجتهاد. إذا اجتهد فأخطا فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في وقائع كثيرة، من بين اجتهاده فداء أثربط، ما يكون ما أخذه من فداء أثربط حتى عاشده الله سبحانه وتعالى. يقول هو ما كان النبي أن يكون له أخا حتى يدخن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة اجتهاده وقيد بعضهم فقطع الآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حكم حكم معاذ سعد بن معاذ في بني قريظة، وقال لقد حكمت فيهم حكم الله عز وجل. لم حاصل أن القاعدة هذه التي الثلاث أنها صحيحة لا غبار عليها، ليس لها النص كما ليس لها عملهم وإجماعهم على ذلك، وأكيد أنهم لا يجمعون على ضلالة. وأكيد من جهة أخرى أن الحق ظاهر، لو كان غير ظاهر لما كانت هذه القاعدة يعني سالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن القواعد العامة ليست قواعد مطلقة، القواعد العامة يعتريها استثناء ويدخلها الخصوص، كما يعرف أنه ما من عام إلا وقصر ويدخله الخصوص. القواعد العامة كما هي القواعد العامة في غنم أصول الفقه، يجب مثلا العمل يفيد الوجود ما لم يرد به خارج، والعموم شامل جميع أفراده ما لم يرد فسد، يعني دليل خاص، وهكذا والأصل في المناهج التحريم ما لم يرد دليل. فكذلك القواعد العامة على هذه الشاكلة، القواعد العامة على هذه الشاكلة، قال أنه هذه القاعدة عامة لا تفسير ولا تفسير ولا تأثير للمخطئ من المجتهدين في مسائل علمية وعملية ما لم يرد دليل، فيعني دليل صحيح قاطع يقتضي بخلاف ذلك. فإن جاء الدليل القاطع الصحيح على خلاف ذلك أخرجنا من هذه القاعدة بعض جزئياتها، وهكذا يحصل التوفيق، ولا يجوز أن تضرب القاعدة تماما وتلغى ويستخدم في الحديث فيجعل الحديث كقاعدة عامة وتنزل على كل من فارق في فتين، وأنه كان من جهة أخرى غير جهة علي بن أبي طالب وتلغى، بل يقال أنها قاعدة عامة وحكم المجتمعين لهم ما حكم المجتمعين في مثل هذه الفوائد والفتن اجتهدوا فيها، ولكن ما ثبت في الحديث صحيح الظاهر على خلاف ذلك أخرجنا من عموم القاعدة خصوص أبي الغابية قاتل عمه، فيكون بذلك التعانق والتوفيق بين
القاعدة السابقة وبين حديث عمار حديث عمر بن العاص السابق، فلذلك يحصل التوفيق. أما أن يقال أو يذهب بعدهم إلى إلغاء القاعدة تماما فهذا ليس بصحيح. فالتوفيق إنما يكون بهذا الاعتبار، القواعد العامة ليست قواعد مطلقة كما ذكرت، القواعد المطلقة هي التي لا تقبل التخصيص ولا يعترضها ولا يعترضها استثناء، لا يعترضها استثناء. ثم القواعد العامة إذا جاء دليل قوي ينظر في الدليل، إذا كان فيه وجه الخصوص على شخص أو أفراد معينين من العلماء أخرجنا هؤلاء الأفراد من هذا العموم، وتبقى القاعدة السالمة في عمومها ما عدا الدليل الخصوص، ويبقى الخصوص يلحق به في مقتضى ومدلول الدليل عليه، لكن في ذلك توافق بين القاعدة والحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى.